طابت أوقاتكم. وفي منتصف يومه الثالث سار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على قاعدة لكل مقام مقال، فمن دارة المصيطبة حيث استهل لقاءاته مع الرئيس المكلف تمام سلام تحدث عن أن الإجماع على تكليف سلام سيسمح بتشكيل الحكومة بسرعة ونجاح، مجددا التأييد الكامل لإعلان بعبدة. ومن معراب بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال بوغدانوف: إننا نرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية في سوريا، ونرفض أي محاولات لاستخدام الأراضي المجاورة لسوريا للتدخل في شؤونها الداخلية. وشدد على أننا مع إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بجهود السوريين أنفسهم، معتبرا أن على اللاعبين الخارجيين المساعدة في هذا الأمر. وفيما كانت القوات مشغولة بالضيف الروسي، احتلت الكتائب الصيفي والشفرولي ونهر الموت وحاكت الحواجز السورية، فأقامت العديد منها مذكرة اللبنانيين بتلك المرحلة، وذلك لمناسبة الذكرى الثامنة لانسحاب الجيش السوري من لبنان. نائب وزير الخارجية الروسي يتابع جولته على السياسيين، وهو التقى كلا من الرئيس المكلف تمام سلام ورئيس حزب القوات سمير جعجع. استهل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يومه الثالث في لبنان بلقاء رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، ومن المصيطبة ثمن بوغدانوف إعلان بعبدة آملا في تأليف سريع للحكومة. ذكرنا أن في وقته عبرنا عن التأييد الكامل لبيان بعبدة، ونحن ما زلنا نعتقد أن لابد من أن تبذل قصارى الجهود ممكنة من أجل الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أراضيه. ومن معراب فك بوغدانوف الأسرى عن لغته العربية، وقال بعد اجتماعه إلى رئيس حزب القوات سمير جعجع إن بلاده ضد التدخل في الشؤون السورية، وقد جاء ذلك ردا على سؤال حول قتال حزب الله في سوريا. أننا ضد أي تدخل في الشؤون الداخلية في سوريا، ونحن ضد أي محاولات لاستخدام أراضي الدول المجاورة لسوريا لتدخل في شؤونها الداخلية. وأنتم تعرفوا أن موقفنا المبدئي من موضوع سوريا أن نحن مع إيجاد الحل السياسي للأزمة السورية. نود أن نتمنى للبنان الأمن والاستقرار والسلام وحل كافة المشاكل والمسائل التي تواجهها الدولة اللبنانية عن طريق الحوار، عن طريق إيجاد القواسم المشتركة والحلول الوسطى بين القوى السياسية المختلفة. فيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة وإجراء الانتخابات الناجحة القادمة لبرلمان اللبناني، استعرضنا عدنا الوضع اللبناني والمخاطر المترتبة عليه في الوقت الحاضر، وكان هناك اتفاق بالرأي على ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، على تعزيز الدولة اللبنانية، على حماية الحدود اللبنانية، وعلى قيام دولة فعلية في لبنان. ومن معراب انتقل بوغدانوف إلى بيت الوسط حيث التقى كتلة المستقبل النيابية. حواجز للكتائب في بيروت والمناطق في ذكرى انسحاب الجيش السوري من لبنان. الذكرى الثامنة لانسحاب الجيش السوري من لبنان أحيتها مصلحة الطلاب في حزب الكتائب اللبنانية على طريقتها، فأقامت حواجز في مناطق الصيفي وعند مستديرة الشيفرولي ونهر الموت، مذكرة اللبنانيين بتلك المرحلة التي امتدت من العام 76 وحتى العام 2005. فمن أمام البيت المركزي في الصيفي انطلق الشباب الكتائبي، فقطعوا الطريق باتجاه وسط بيروت بحواجز رسم عليها العلم السوري، ورفعوا يافطات تقول إن السوريين خرجوا عسكريا من لبنان عام 2005، أما في العام 2013 فالسوري مدعو لإخراج نفوذه من لبنان. نحن اليوم عم نوصل رسالة كتير بسيطة، يلي هي أنه نذكر العالم، خاصة الجيل الجديد اللي ما تذكر السوري واللي ما كان عيامه، أنه هيدا كان الحاجز السوري، وهودي كانوا الدواليب، وهودي كانوا البراميل، وهيك كانوا يوقفوا اللبنانيين ويتعاملوا معنا. هذه الفترة يلي خلصنا منها، هذه الفترة يلي خلصت بال 2005 مع انتصار المقاومة اللبنانية وانتصار تضحياتنا والشهداء كلهم اللي راحوا،
يلي اخيرا اخذوا حقهم مش الكامل بال 2005، لانه اليوم بعد عنا كثير مشكل كبير مع السوري، عنا مشكل بالعلاقات بين البلدين، عنا مفقودين بيناتهم، جماعه ما اعتذروا منا على احتلالهم 30 سنه لبلدنا. ووزع طلاب الكتائب على السيارات المارة بيانات تذكر اللبنانيين بتلك الحقبة من تاريخ لبنان الحديث. رئيس الجمهورية يلتقي المدير العام للأمن العام لبحث الأوضاع على الحدود. عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في القصر الجمهوري في بعبدة مع وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال مروان خير الدين للأوضاع الراهنة والمشاورات الجارية لتشكيل حكومة جديدة. واطلع سليمان من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على الأوضاع على المعابر الحدودية ومسألة الشاحنات على جانبي الحدود، إضافة إلى مسار بعض القضايا والملفات التي يتولى معالجتها. وزار بعبدة النائب عماد الحوت مع وفد من جمعية المسعفين ووفد مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، حيث اطلع رئيس الجمهورية على نشاطاتهما الإنسانية والصحية والتربوية. واستقبل الرئيس سليمان رئيس الجالية اللبنانية في غانا سعيد فخري مع وفد، حيث جرى إطلاعه على أوضاع الجالية هناك والآثار الإيجابية التي تركتها زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة لغانا لجهة العلاقة مع السلطات الغانية وتمتين أواصر العلاقة بين أفراد الجالية. أفاد مراسل الجديد في عكار عصام رجب أنه تم تسليم السوريين الثمانية الذين خطفوا في وادي خالد منذ حوالي شهر لاستخبارات الجيش، وهم حازم الحسن، محسن العلي، يامن الخبوري، عبد غريب، مسلم غريب، نسيم خبوري، تميم الحسن وسليمان العلي، وذلك في منزل علي فهد الأحمد في بلدة الهيشة في وادي خالد. وتحدث المخطوف محسن العلي شاكرا جهود الجميع وقال إن هم عوملوا كضيوف في وادي خالد متمنيا الإفراج قريبا عن محمد حسين الأحمد الموقوف في سوريا. بعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال، تمكنت دورية تابعة لهذه المديرية يومي 23 و 25 نيسان الجاري من توقيف المدعوين عصام صاد الله ظاهر والسوري عمر عباس، وذلك بعد تحريات مكثفة كشفت عن قيامهما معا ومنذ مدة طويلة بأعمال نصب واحتيال واسعة شملت مواطنين لبنانيين وخليجيين، وتضمنت وسائل وأساليب متنوعة في تزوير العملات والشيكات والإيقاع بآخرين في عمليات مالية وهمية، وقد بشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. وفي إطار مكافحة الجرائم المنظمة، قامت قوة من الجيش يوم أمس بدهم مستودع في محل دوحة الحص عرمون، حيث ضبطت بداخله ثلاث سيارات مسروقة، واحدة نوع جيب هوندا سي ار في والأخريان نوع جيب تويوتا كروزر اف جي، وقد تم تسليمهما إلى قوى الأمن الداخلي، فيما يستمر البحث عن المتورطين لتوقيفهم. لمناسبة حلول أحد الشعانين للمذاهب المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي وإقامة احتفالات خاصة بهذه المناسبة في مختلف المناطق اللبنانية، باشرت وحدات الجيش تنفيذ تدابير أمنية استثنائية حول دور العبادة ومحيطها والطرق الرئيسية، وذلك لطمأنة المواطنين والحفاظ على السلامة العامة. وقد شملت هذه التدابير انتشارا للعناصر وتسيير دوريات وإقامة حواجز ثابتة ومتحركة وتركيز نقاط مراقبة. أهلا بكم جديد. أعلنت الأمم المتحدة أن محققيها المكلفين التأكد مما إذا جرى استخدام أسلحة كيميائية في النزاع السوري، بدأوا العمل من الخارج على جمع معلومات وبيانات تفيد تحقيقاتهم، وذلك بسبب استمرار دمشق في رفض السماح لهم بدخول أراضيها. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية مارتن نيسركي إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أرسل الخميس الماضي رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد يطالبه فيها بالسماح لفريق المحققين بالدخول إلى سوريا والعمل فيها بحرية ومن دون عوائق. أطلق جنود إسرائيليون الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريق نحو 500 فلسطيني نظموا مسيرة كانت في طريقها إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، وجاءت المسيرة بعد اتهامات من الفلسطينيين بأن المستوطنين الإسرائيليين الذين يقيمون في مساكن متحركة على أرض متاخمة لقريتهم هاجموهم مرتين هذا الأسبوع. من جهة أخرى، أشارت روسيا اليوم إلى أن مستوطنين يضعون مواد سامة في بئر مياه للشرب شرقية في الضفة الغربية.
تفقد سكان ضاحية مدينة الصدر الشيعية شرقي بغداد اليوم السبت الدمار الذي خلفه هجوم على مطعم شعبي يوم أمس، وكانت دراجة نارية ملغومة انفجرت قرب مطعم لبيع الفلافل، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين. وحمل سكان مدينة الصدر الحكومة والساسة العراقيين مسؤولية حماية المدنيين، متسائلين عما إذا كانت الحكومة تقبل بهذا الوضع، واتهموا السياسيين بالانشغال بمناصبهم. اعتقلت الشرطة البنغلاديشية اليوم مسؤولين بمصنع للملابس بعد 72 ساعة من انهيار مبنى كان يضم مصانع ملابس لماركات غربية بتكاليف منخفضة، في حين ما زال صاحب المبنى المؤلف من 8 طبقات هاربا. وقد اعتقلت الشرطة 2 من أفراد عائلته لإجباره على تسليم نفسه، وتم إبلاغ سلطات المطار والحدود بمنعه من السفر حتى لا يفر من البلاد. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى إلى 325 تزايد الغضب بشأن أوضاع عمل عمال صناعة النسيج في بنغلاديش، والبالغ عددهم 3.6 مليون شخص ومعظمهم من النساء، الأمر الذي دفع إلى نزول المئات إلى الشوارع صباح اليوم بما يشبه الانتفاضة، وقاموا بتحطيم وحرق سيارات تخللها اشتباكات مع الشرطة. عثرت الشرطة الأمريكية على قطعة لإحدى الطائرات التي صدمت برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك إبان هجمات 11 من أيلول عام 2001. وقال المتحدث باسم الشرطة بول براون إن جزءا من منظومة الهبوط العائدة على ما يبدو لإحدى الطائرات التي دمرت في 11 أيلول 2001 قد عثر عليه عالقا بين الجهتين الخلفيتين لمبنيين في مانهاتن. وأضاف براون أن قطعة الطائرة تحمل رقما متسلسلا بالغ الوضوح لبوينغ من دون أن يحدد حجمها، موضحا في بيان له أن الشرطة أقامت حزاما أمنيا حول المنطقة على غرار ما تفعل لمسرح جريمة، والتقطت صورا ومنعت الوصول إليه. وأضاف أنه من الممكن اتخاذ قرار بإجراء حفريات بحثا عن أشلاء بشرية محتملة، وقد عثر عن طريق الصدفة على هذه القطعة بعد عملية تفتيش خلف مبنى 51 بارك بليس بناء على طلب صاحبها. ودعا المحققون الشرطة بعدما اكتشفوا ما اعتقدوا أنه آلية معطلة. أهلا بكم من جديد. أهالي ترشيش يعتصمون عند طريق عام ترشيش زحلة بسبب تصاعد حوادث السير وسقوط المزيد من الضحايا. كلكم لقولوا لفرحات، كلكم لقولوا هيدا حبيب قلبي، هيدا جوزي حبيب قلبي. ليست المرة الأولى التي يقتل فيها المارون على طريق عام ترشيش زحلة بسبب عدم صيانتها، على الرغم من المطالبة المستمرة بذلك. آخر الضحايا شخصان قضيا يوم الجمعة. أي وزير بدك تدق بابه بقول لك أنا هلأ ماني وزير، أي نايب، ما في حدا يا خي، ما في حدا لإلنا، نحن خوريف بهالبلد، كل يوم عم ينقتل حدا، مش بس جوزي، مش أول واحد ولا رح يكون آخر واحد. تعوا بعد جمعة هون إذا ما زبط الطريق وشوفوا قدي في قتلة، شوفوا بالشتاء اللي غطيتها هون ما بتقشع قدامك، وينن الأضوية؟ هيدي بنته، وين الكهرباء؟ هي بنته الكبيرة وفي بنت صغيرة، لمين بده يتركهم يعني؟ بالواقع هاي طريق صار اسمه طريق الموت، كل جمعة عم بيكون في عنا قتيل. هيدا الشيء نحن مسكرين اليوم الطريق لحتى نقول للعالم إنه ما بقى حنقبل بالإهمال. صارنا 4 سنين عم نطالب بتأهيل هالطريق وبصيانتها، ولكن للأسف ما في أذان صاغية. نطلب من المعنيين إنه هاي الطريق ما إلها لا سياسي ولا دين ولا طائفي ولا لون، إنه يبادروا بحل هيدا الموضوع سريعا، مع العلم إنه كتلة نواب زحلة راجعت بهيدا الموضوع عدة مرات ولكن ما كان في أذان صاغي ومش معروف شو السبب. وأكد المعتصمون أنه في حال لم تجري صيانة الطريق فهم سيعمدون إلى قطعها نهائيا تلافيا للحوادث المتكررة. بيروت تحتضن اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب وتوقع قرارات مهمة. قطر والإمارات تتمثلان بسفيريهما في بيروت وسوريا تغيب لعدم دعوتها. يحمل الحشد الاستثنائي لوزراء الشباب والرياضة العرب في بيروت عناوين كبيرة أبرزها المعنى السياسي، خصوصا وأنه يتزامن مع تحذير دول مجلس التعاون الخليجي المتكرر لرعاياها من زيارة لبنان. وجود المؤتمر في جمهورية لبنان هذا دعم أولا من ناحية سياسية ومن ناحية معنوية، ويهمنا حقيقة يعني أو جاء هذا المؤتمر يعني
بظروف لبنان يعني بحاجة لها، وإحنا أيضا دعمنا لبنان خلال طبعا كدولة الكويت دعم مطلق كما يعرف الجميع، ونتمنى أيضا إن شاء الله أن يكون هذا المؤتمر ينعكس على الوضع العام بشكل عام، ونحن يعني غالبا وغالبا مع لبنان. ولبنان هي حضن دافئ دائما للاجتماعات العربية بشكل عام بمختلف أنواعها. اليوم هو اجتماع يتعلق بالرياضة والشباب بشكل عام، كما تعلم أن الشباب يشكلون يعني في غالبية الدول العربية حوالي 70% من السكان، إذا لابد من اهتمام بحاجات الشباب ولابد من اهتمام بأولوياتهم المختلفة. له دلالات سياسية ورياضية، طبعا بالسياسة وجود الأخوة العرب في لبنان في هذه الظروف له دلالات كبيرة، ونحن نعتبرها هدية كبيرة من الأخوة العرب إلى لبنان، علينا أن نحسن استعمالها. هذا المؤتمر يأتي دعماً لهذه الدورة العربية، وسيكون هناك مقررات مهمة لإنجاح هذه الدورة العربية. الدورة 36 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي يحضرها 17 وزيرا ومديرون عامون وسفيران افتتحت اليوم باجتماعات المكتب التنفيذي وتختتم غدا بمؤتمر الوزراء. معلومات الجديد أكدت وجود تفاؤل غير مسبوق بصدور توصيات ثورية وتحديدا في مجال الأنشطة الشبابية. العرب يعودون إلى لبنان من البوابة الشبابية والرياضية وسط تأكيد خليجي إلى أن للمؤتمر دلالات سياسية واضحة. من مقر إقامة وزراء الشباب والرياضة العرب في فندق فينيسيا في بيروت، إبراهيم وهبي، قناة الجديد. قضاة مصر يهددون الرئيس محمد مرسي بالتدويل أمام المحاكم الدولية إذا لم يتراجع عن قراره تسريح عدد كبير من القضاة. تقرير منى عشماوي من القاهرة. تهديدات من قضاة مصر بتدويل قضيتهم أمام المحاكم الدولية إذا لم يتراجع الرئيس محمد مرسي ومجلس الشورى عن دعم ومناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي قدمه حزب الوسط الإسلامي، ويقضي بتسريح أكثر من 3000 قاض تجاوزوا سن 60 بعد أن كان هناك تمديد للقضاء يصل إلى عمر 70. الأمر الذي يجده المراقبون أنه بمثابة هيكلة للقضاء وحكمائه من الكبار الذين يمسكون بالدستورية العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومؤسسات قضائية هامة باتت تفصل في قضايا شائكة تخص النظام وجماعة الإخوان المسلمين وحل الجماعة، لعل آخرها عودة النائب العام عبد المجيد محمود وعدم قانونية وشرعية النائب طلعت عبد الله الذي عينه الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي. إنما تخرجت 3000 واحد عشان في واحد أنت بتظني أو أنا بعتقد أنه هو مرتشي، وقد يكون حقيقي موجود وسط 3000 واحد واثنين وعشرة، إنما ما قدرش أدمر السلطة القضائية عشان أحرق 10 جوه 3000. ده كلام غير منطقي، خصوصا أنه القصد الحقيقي مش الرشوة، لأنه هو الرشوة دي بس قصر على الناس اللي سنهم من 60 ل 70. إذن أنت لا تبحث عن الرشوة، أنت لا تبحث على شو، أنت تبحث عن وسيلة لحجب نسبة غير قليلة في التشكيل علشان تنزل بالمستوى. ده هيؤدي إلى كوارث أخرى. داخلين على الانتخابات فيبقى ناقصنا 3000 قاضي على بيشرفوا على 3000 صندوق في كل مرحلة من مراحل الانتخابات، يبقى احنا دخلنا في مرحلة تعنيس لغاية ما هو يسك الناس أو هكذا يتصور. تظاهرات تطالب بتطهير القضاء من قبل التيار الإسلامي، تواجهها دعوات باستقلال القضاء الذي بيده زمام القانون في الدولة. ووسط الشد والجذب يقدم وزير العدل أحمد مكي المحسوب على التيار الإسلامي استقالته أمام الرئيس مرسي احتجاجاً عما يحدث من مذبحة للقضاة والقضاء. لازم يا محمد يا مرسي هتتحاكم زي الرئيس مبارك، وإن شاء الله هتنام نوم الرئيس مبارك بما يرضي الله. إلا أن الرئيس يرفض قبولها في الوقت الذي يقبل فيه استقالة مستشار الرئيس للشؤون القانونية محمد فؤاد جبلله المحسوب أيضا على التيار الإسلامي، والذي قام بالإفصاح عن أسرار كما يراها المراقبون تؤكد أن الرئيس لا يحكم البلاد وحده، وأن مستشاره القانوني لم يأخذ الرئيس رأيه في كل المواقف القانونية التي قسمت ظهر مصر وأضعفت مؤسساتها.
معارك القضاة مع النظام الحاكم وجماعته وعشيرته من التيارات الإسلامية الأخرى تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم في مخطط يبدو بأنه بدأ ولن ينتهي، الهدف منه أخوانة كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة القضاء. منى عشماوي، الجديد من القاهرة. كان في النشرة من المصيطبة مع إعلان بعبدة ومن معراب فيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة وإجراء انتخابات الناجحة القادمة لبرلمان اللبناني. الكتائب تقيم حواجز سورية في لبنان. كيمون يستأذن الأسد لدخول سوريا. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.